احنا نسوي دين زي سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن والله مفتخرين بسيدنا وأرجل منهم وأحسن من ناسهم وسيرته أحسن منهم وفوق لهم. هم جسي لينين ده زال منه ناس الغرى والناس البعيدين والناس الكذا الأودية وغيره كده ما بعرفوه. اسم الرسول ده كل ساعة كل دقيقة في العالم شغال في المعازل فوق فوق بالصوت العالي. نتكلم كيف الأمة دي لما مسكوا الدين صح، لما مسكوا الدين صح كان أمير المؤمنين بينوم في ظل شجرة ما عنده حرس زول ما بيسعد. كان الزول بيتجي السحابة بفوق إذا من هارون الرشيد بيقول السحابة بيتكلم معه ولا أمطري حيث شئت دارة أمطري هنا أمشي قدام سيأتيني خراجك. هنا البلد دي جد الله ملك للمسلمين. ناس في زمن سعد بن أبي وقاص خاضوا البحر الفرس خشمه ما وصلته المويه بحر كامل الحصين ماشي بفوق يا غادي في السير. ده الناس يا زول ده تاريخنا وده سلفنا. سعد بن معاذ بيموت في الأرض في البخاري العرش فوق بيتهزع عرش الله سبحانه وتعالى. ناسك سووا شنو؟ لينين عليك الله عجله سواه بدال بتاع عجله سواه ده العمل شنو ده؟ ده سووا شنو اللي انت بتفتخر بيه وجاي دارت خلينا نحن نتبعه نباريك انت وجايبين لنا اولاد وشنو هذا؟ هذا موضوع طويل والله. بنات ولخبطه وكاين بلد دي لسه فيها رجال شغلات وانشط متناقضه يقولوا حريه وقافلين الشارع. نقدر نفتحه انت دار تقفل الحريه وين ذاتها؟ وده دين الله سبحانه وتعالى. ونحن عندنا عقيده العز في كنف العزيز والبزل الله سبحانه وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. القوة عند القوي والله أقوى من العباد. الرزق عند الله سبحانه وتعالى وإن ابتغيناه عند غير الله أجاعونا وأتعبونا. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ودي عقيدتنا ودي دعوتنا وسمعنا للناس ده جد ما حلوا مشكلتنا كلهم مش بيسخروا بينا جد سمعنا لهم تعين الكورة مسكوا الميكروفونات وخط 18 ثلاثة نقاط وخطأ ما بعرف وكرت أصفر ولحقوا الأحمر وجابوا تسلل وودوا قوم في العارضة ووك ما زوا أي مشكلة ما حلوا أي مشكلة. الراديو شغال كورة، تلفزيون شغال كورة، جريدة كون شغالة كورة، سيد البلد كورة ور ما حلوا أي مشكلة. دل سووا لنا إزعاج ومشوا ما حلوا مشكلتنا. جو التانيين الفنانين ما لونا كلام كله في النزاوين بس ووك ما بعرف وإلى آخره ويشاغلوا في النسوان ولقيته باللفة والألم اللي عليه خفة ولو مرة في الأسبوع تكتك الموضوع ما عملوا لنا أي موضوع نافع كل شغلتهم فارغة ساي وما مشكلة يرموني في نص البحر ووك خش السيل ده بس ورينا شغلك فيه كله لخبطة ساي. ناس يبكوا يا آلاف مكسرين في فنان ولهيب الشوق وساب البلد والقعدوا في البلد سووا شو ساب البلد وراح على الغمام وغمام قاعد مطر نازل ما بقي مشكلة قلوا لخبة ساي فنانين سووا لنا إزعاج ما حلوا المشكلة. جو بجنبها بتاعنا السياسة ثم إنه ولا بد وهؤلاء ينبسوا فيهم الليلة يشاغلوا فلان بكرة يصالحوه الليلة يتكلموا في البلد بكرة يمرقوا منا الليلة يشكروا جيش بكره يقولوا الجيش ما فاهمين شيء الليله يشكروا دبوتات بتاع دعم السنه بكره يقولوا دول ما سودانيين ذاته كله لخبطه ساي نحن بنكشف وعارفين اي شيء. ولما رايت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى اظن اني جاهل وفاهمين من عيالهم بطرف عين شايفين الحاصل وما حلوا مشكلتنا. دولار طالع سلمه مرفوع اعلى من سلم الكهرباء شغال ما حلوا مشكلتنا. سمعناكم جد كذا ما تسمعوا لنا انتوا شوية
معناكم. انتم ما تسمعوا للدين شوية؟ اسمعوا للبرد رب العالمين اللي عنده اي شيء. بلد كلها زراعة، ناس جيعانة، ومكة بواد غير ذي زرع، ويسافروا ليها يجيبوا القروش زي ريح الراكف. دلك دع عليهم إبراهيم الله رفعه، ونحن دعوا لنا ناس البرعي وكنا غطسوا حجرنا مرة واحدة. دعوتهم ذات تعليم ربهم، ناس يا أخي بتاعي شرك، برعي يا أخي بقول غير الله بخلي. قال مصطفى عراكينا مع ود علي المكروم، وتك الفلات القلب العود مفهوم. قال قلب له شجرة بشر عديم، سماه بخيتة كمان، بخيتة علينا نحن. انت بتقلب من عود بتقلب بشر، دي أمة تمشي لقدام يا أخي. ذاك الأربعة ذكرهم شيخ شهاب ده في كتاب سراج السالكين صفحة 114 دي، ده من الأربعة قالوا الأولي الكمل قال إدريس الفركة ده، قال جاب الفركة دي من الجنة. زول ما رقى في الجنة بس يجيب لنا عنب وتفاح وحاجة نستفيد منها، جاب لنا فركة. عليك الله الصوفية دي فيهم خير، تبا لك ولفركتك ذاته يا أخي. معقول يا أخ فركة؟ احنا ناقصين فركة ومفراقة، احنا دارين حاجة نستفيد منها. كله هوا الساعه يا اخي، ناس تراويش وسحره ومجارمه وكذبه تعي يلفوا دوران. جا ذاك بل الغايب ولا كله اسمائهم ذاتها اسماء بتاعت لخبطه ذاته. بل دب اللي بيك باب مرقك مره واحده، ذاك بيغادي بجنزير شيخ، ذاك ترفاس شيخ في الجزيره كل الهادي، ذاك بيغادي بعتله، ده بيجاي بعضلا سيف بعضلا حديد، ده بيجاي ما بعرف ابو قرون. كلها اسماء مخيفه، وقالوا دي الاولياء الله سبحانه وتعالى كلهم بتاع اللخبطه. جبل لذاك قال كاس العالم السنه دي يشيلوا البرازيل، برازيل طقوها لما الريقو نشف ذاته نشف. كلهم بتاع اللخبطه يا ناس، بلدنا دي والله والله الذي لا اله غيره داير يقعدوها جد في الواقع. شفتها يراجعوا لهم الشغله دي من العقيده فوق. الله واحد، الله واحد بيسوي شكله في السودان ده اللي يمشوا لقدام. زول مؤذن يا ناس، مؤذن بيمسك الميكروفون اشهد ان لا اله الا الله، تجي تشرح لا اله الا الله في المسجد المؤذن بيجر الحديده بيديك 100. يا حاج انت جالس ما قلتها في الاذان